الحقيقة انه هو موضوع مخيف، يعني موضوع كبير، ومسألة انه شراء هذه الوسائل الإعلامية اللي الكثير جدا بيثقوا فيها شيء يعني غريب. ده يدفعنا للسؤال الأول في النقاش، وهو كيف او ازاي، ايه الأدوات اللي بتمتلكها قطر حتى تستطيع انها تؤثر على صحف ووسائل الإعلام بهذا الحد؟ اهم سلاح بتمتلكه قطر في الحقيقة هو سلاح المال، واحنا هنا بنتكلم على اماره ما فيهاش اي جهاز للرقابه ولا المحاسبه ولا حد بيراقب نفقات الامير ولا اي حد بيراقب نفقات الاسره الحاكمه، فبالتالي يقدر ان هو ينقل الاموال ويبتدي يتصرف في الاموال دون ان يتحدث اي حد من افراد الشعب القطري او من اي مسؤول موجود في قطر انه يحاسب هذا الامير على ما يقوم به. الامر الثاني انه في الولايات المتحده الامريكيه، وده يمكن تقريبا من 2008 2007 مع الازمه العالميه الكبيره اللي كانت فيها انهيار للبنوك وانهيار للبورصات في المتحده الامريكيه والمشاكل الماليه الضخمه اللي دخل فيها مؤسسات كبيره ومن ضمنها المؤسسات الصحفيه اللي تعرضت لضربه وهزه كبيره جدا في يعني تحديدا في 2008. من وقتها حتى هذه اللحظه هناك ازمه تمويل كبيره عند وسائل الاعلام، عند مراكز الابحاث، عند المنظمات الحقوقيه الامريكيه. كثير من هذه الادوات اللي بتستخدم الان ضد دول الربيع العربي قدرت قطر بسلاح المال ان هي تسيطر عليها، خاصه في وجود تحالف ايديولوجي موجود بين قطر كراعي لتنظيم الاخوان الارهابي واليسار الليبرالي في الولايات المتحده الامريكيه اللي هو بيمثله الحزب الديمقراطي. وده يمكن ظهر وقت حكم الرئيس اوباما انه كان في دعم لهذه التيارات انها تتولى الحكم في الشرق الاوسط في مصطلح على تسميته بالربيع العربي اللي احنا اكتشفنا بعد شويه انه هو الخراب العربي، ملوش اي علاقه بالربيع. ودول كتير جدا دفعت ثمن يعني هذا التصرف الاخرق، واللي كان سببه الرئيسي ظهور تنظيم زي داعش اللي الرئيس ترامب جه بعد كده اعلن ان هو انتهى، ما حدش عارف هو بدا ازاي ولا انتهى ازاي، طب قيادته راحوا فين، طب المقاتلين دول اتنقلوا ازاي. كل دي اسئله بتطرح يعني اجاباتها بتطرح قدام الناس الحقيقه في ما يحدث الان، سواء في العلاقه ما بين قطر والولايات المتحده الامريكيه والعلاقه ما بين قطر وهذا التيار الموجود في الولايات المتحده الامريكيه اللي ما بقاش عنده مشكله انه يتلقى الاموال عشان يكذب على الناس ويحول الاداه يعني فكره حريه الصحافه، يستخدم فكره حريه الصحافه في ان هو يبقى آلة دعايه سوداء ضد دول بمقابل بفلوس. وهنا بتضرب يعني بيضرب في الصميم فكرة المصداقية عند وسائل الإعلام دي، لأنه في النهاية احنا كنا بنتصور، ويمكن ده يمكن سببه وأنا بشوفه أنه عقدة الخواجة، يعني أنه الصحافة الأمريكية أنزه صحافة وهي أقوى صحافة وهي الأكثر تأثيرا، ويمكن ده لأننا مقصرين في أن احنا نطلع على صحافات أخرى.